رمضان مبارك على كل مشاهدي ومتابعي برنامج ألف عافية. والأطباق لهذا اليوم أيضا راح تكون متنوعة وحلوة وهم بسيطة سهلة وسريعة، والأهم من هذا كله تكون صحية. مو بس الخطوات تكون سريعة، أهم المكونات اللي راح تكون موجودة في كل طبخة هي متوفرة وموجودة. اليوم راح نسوي لكم فاصوليا، بس الفاصوليا خضراء. اي نعم، فاصوليا خضراء راح تكون أيضا مقاديرها بسيطة. جبنا لحم اللي هو طبعا أكيد مع الغنم، أو تكون يعني باللام لحم الغنم الأصلي هنا، أنا مع شوية فاصوليا وهي الفاصوليا الخضراء، بالإضافة إلى المكونات الباقية اللي راح تكون موجودة أكيد الستاندر اللي موجودة مع كل مرق. يعني دائما ويا كل مرقة أكو في الثوم والمعجون وشوية البصل وشوية البهارات. الزلطة حلوة همينات، السلطة هم حلوة راح يكون بها شوية بوتيتا، لكن البوتيتا هنا تكون مقلية. وأكيد راح تكون اليوم عندنا البقلاوة بالفستق الحلبي، وراح نختم أكيد بنوع من العصائر الحلوة الجميلة. كما عودناكم كل من يتابع الأعمال التي تقدم على قناة اليو تي في لكم 500,000 دينار عراقي حلالا بلالا. بس شلون؟ هسه راح أقول لكم شلون. سؤالنا لهذا اليوم راح نحكي عن المسلسل المهم الذي يعرض على قناة اليو تي في اللي هو طبعا أكيد قط أحمر. ما القضية الاجتماعية التي تم تداولها أو تحدث عنها أحمد وحيد في حلقة البارحة من قط أحمر؟ ما هي القضية الاجتماعية المهمة اللي تحدث عنها أحمد وحيد في حلقة يوم أمس من قط أحمر؟ واللي يعرف الإجابة إلى 500,000 دينار عراقي حلالا بلالا. هذه الجائزة مقدمة من مجمع سال تاور، طبعا أكيد مجمع سال تاور اللي يكون أكيد في أربيل. سال تاور يقع في واحدة من أفضل مواقع أربيل طبعا في منطقة الذعبي، بين شارع 100 و120، بالقرب من المطار المقابل لمدينة دريم سيتي، وأيضا يكون قريب من يونايتد نيشنز وقريب مثل ما ذكرنا من المطار. طبعا أكيد سال تاور هي اللي راح تعطيكم 500,000 دينار عراقي حلالا بلالا. وسؤالنا اليوم بسيط جدا، حلقة البارحة من قط أحمر، ما هي القضية التي تحدث عنها أحمد وحيد؟ بسيط كلش، أرقام الهواتف هتظهر أكيد أسفل الشاشة. هسه أنا شنو عندي؟ عندي فاصوليا خضراء. يا ما أقول أنت ما تحب فاصوليا خضراء، أنا أقول شو تحب أنت الخاطرة لله. راح يكون في عندي هنا فاصوليا خضراء، حلو 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 حلو، وأنا سويها مرقة. وهذه المرقة اللي هي بالستايل العراقي، يعني هنا حامس معجون طماطم، حامس المكونات كلها سويها، بعدين تحمسها مع اللحم، وعندك لحمة الضان أو لحمة اللام اللي هي طبعا أكيد لحم غنم باللية مالتها بحبشكلاتها. اليوم راح نطلع بمرقة كلش طيبة. المقادير مالتها راح تكون بسيطة، جيبوا لي تمن بسمتي، معجون طماطم، وطماطم تكون مهروسة، بالإضافة إلى الثوم، بصل، وشوية بهارات. البهارات اللي هي عبارة عن راح أخلي نانا ممكن كمون أو ممكن كزبرة أو ممكن أخلي نانا الفلفل الأسود، بالإضافة إلى أيضا راح يكون في عندنا الفاصوليا. يا سلام، سلم على الفاصوليا الخضراء الفريش، أنت مو فيجيتيريان. طبعا الفيجيتيريان كتبوا المقادير اللي يكون يعني نباتي ممكن أنه يستخدم هنا الفاصوليا هذه بدون لحم. يعني نقول للحم باي بايز، بس اللي عشاق اللحم ادري شنو راح عدمان اللحم راح يطلع يخبل هو، والله راح يطلع اليوم الفاصوليا الا خرافيه الا تخبل. زين لو لا، مو بس هيك يعني التكنيك مالتها، هو احنا كلش نحب هذا التكنيك الخفيف، انه اول شيء تحمسون اللحم، بعدين بعد ما تحمسون اللحم زين عيني تحمسون معجون الطماطم، وبعدين تحمسون الفاصوليا وياها، بعدين تخلوا لها ماي وتطبقوها، كلش بسيطه. والتمن الابيض تمن ابيض عادي يعني هنا. تمام، راح ابلش بالبدايه خليفه تقريبا خاشوقه صغيره، بس خاشوقه صغيره بس صغيرونه حلوه تخبل من الدهن. هنا انا راح اخلي شويه الدهن اطبق عليه التمن. هاي شلون الدهن يخبل؟ اويلي يابا شلون الدهن يخبل يابا؟ اويلي يابا
راح ابلش بالبدايه. خلي بصل هنا، انا جبنا بصل ابيض مقطع مكعبات صغار كلش ناعم، وبعدين اخليهم على الدهن. حلو حلو. بعدين شو اجيب هنا؟ أنا اجيب الثوم. الثوم ما قطعه مثل ما هو، شلون كان ما نسوي الفاصوليا الحمراء او الباميه. فاصوليا حمراء، اي فاصوليا حمراء المرقه او الباميه. فراح اخلي هنا تقريبا 3 حبات من الثوم الجميل هذا اللي يخبل، واحمسهم مع بعضهم البعض. عيني بعد ما احمسهم سويا هنا، انا شنو راح اخلي لهم؟ راح اجيب قطع من اللحم الحلوي. هذا اللحم هياته، جبت لحم غنم مثل ما هو، ممكن من الفخذ، ممكن من الكتف نقطعهم، او ممكن يكون من الركبه، الركبه هم تصير كلش طيبه. هنا انا راح ابلش اقليه احمسه بالبصل والثوم. هنا انا اسولي بعد شنو الزفره، شنو الحبشكلات هذه، ما عندنا هيك امور. راح اجي وين؟ راح اجي على التمن. بعد التمن هنا راح اخلي له مي بعد ما خالي التمن. شوفوا هنا انا خليت كوب كامل تمن، اخلي كوب مي، اخلي كوبين تمن، اخلي كوبين مي. حلو حلو. يلا ناخذ اتصال هاتف. الو فرح. السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم. رمضان كريم عليك. ينعاد عليك ان شاء الله يا ربي بالصحة والسلامة. الله يسلمك ان شاء الله للجميع. يا هلا يا هلا. يلا عيني، شنو القضية اللي حكي بيها البارحة احمد وحيد؟ هو يحكي عن الرشاوي اللي تصير يعني بالمعاملات. الرشاوي اللي تصير بالمعاملات. يعني رشوة، او اذا عنده واحد واسطة تمشي معاملته او هيك شيء. اه يعني قصدك الرشوة. اي الرشوة، او اذا واحد عنده واسطة راح تمشي معاملته والبقية ما تمشي معاملتهم، يعني هيك فكرة كانت. اها يلا. ان شاء الله تكون ان شاء الله تكون اجابتي الصحيحة. راح اخلي شوية كزبرة هنا، وهنا راح اخلي شوية كزبرة. وين خليت على المي هذا حتى يفور؟ وراح اخلي هنا فلفل اسود على اللحم، وهم هنا شوية فلفل اسود. الا ترسى فلفل اسود ترى. شوية. قبل. يلا ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم. رمضان كريم. ينعاد عليك ان شاء الله يا ربي بالصحة والسلامة. الله يخليك. محمد غضبان. ما القضية التي تم تداولها في حلقة قط أحمر البارحة، حلقة البارحة؟ القضية تكلموا عن الرشاوي والواسطات اللي قاعد تحدث في الدوائر العراقية. يا إلهي يا إلهي. يلا إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. إن شاء الله يا ربي. وتدخل القرعة وتكون الرابح ويانا ب 500,000 دينار عراقي مقدمة من مجمع سالور تاور السكني في أربيل. قضية اجتماعية تم تداولها في مسلسل قط أحمر حلقة البارحة، واللي يعرف الإجابة إلى 500,000 دينار عراقي مقدمة من مشروع سالور تاور السكني في أربيل، يقع بين شارعين 100 و120 بالمنطقة الذهبي، بالقرب من يونايتد نيشنز، بالقرب من اليو إن، بالقرب أيضا من المطار، كله بالقرب. وتبل لي اللحم يا عيوني، وخلص لي من الزفرة يا عيوني. تعال تعال شوفها. هذا الدهن اللي أنا أريده صراحة اللي ينزل من عنده هذا المي، هذا مطلوب جدا بهذه الأكلة. وراها بهذه المرحلة أقدر أنه أنا أحمس معجون الطماطة. والله تخبل، والله العظيم تخبل. هسه راح أحمس معجون الطماطة. معجون طماطة لازم تنحمس، ما تنخلط ويا هاي المرق. هاي المرق مو دا اسوي معانا صلصة مال بيتزا، اوكي؟ ولا دا اسوي صلصة مال بولونيز، ولا دا اسوي مثلا صوص. هذه لازم ينحمس. ينحمس المعجون كل زين، يشيط الا شوية. وبعدين يتخلى لها عصير طماطة، يعني طماطة مهروسة. او ممكن هنا أنا استخدم مثلا فقط مي يعني، او مرق هنا أنا. فبكيفكم الموضوع. نانا وين التمن؟ ها نجي على التمن بعد ما يفور المي. نانا بعد ما يفور المي اخلي التمن. يا سلام، التمن بس ما تستخدمت. نفس الطريقه للعنبر ترى.
يعني العنبر هم نفس الطريقه سووه، وانا استخدمت التشفشير ويا المرقه. يا الهي يلا عندنا تشفشير ثاني. يلا عندي اتصال هاتفي. الو عينك ميزانك خويا، عينك ميزانك، شوف شلون اجى جفيت. هلا وعيني، شلون الصحة؟ رمضان كريم. رمضان كريم. ينعاد عيني عليك بالصحة والسلامة. الله يخليك. يا هلا يا هلا، بس خلي الطماطم المهروسة وارجع لك. يلا عاد يلا يلا. في 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 مسلسل خط أحمر، ما القضية التي تم تداولها أو حكي بها أحمد وحيد البارحة؟ عن الواسطات اللي تتواجد بين الدوائر. واسطات؟ اي على الواسطه يعني بالمعاملات او شيء. متاكده من الجواب؟ اي والله يعني، وانا مرات في الكهرباء عندي لو صار وما قد اتابع، بس هي على الواسطه الرشاوي هيك يعني. يلا ان شاء الله تكون اجابتي الصحيحه يا رب. عليك استاذ خلدون. نعم؟ نعم؟ جواب. الو؟ الو؟ يلا شكرا. شوفوا هنا انا اخر شيء راح اخلي، لا مو اخر شيء، قبل الاخير الفصول. يلا تعال كل وزني. يلا تعال يا سلام، اوقف خليني اسوي لها برومو. احلى ما بيها الفاصوليا لما تنحمس مع المكونات اللي موجوده هنا، اللحم، المعجون، الثوم، البصل، وشويه بهارات، اجي اخلي فاصوليا خضراء. الله. طبعا البعض منكم يقول نقدر احنا نطبخ الفاصوليا الخضراء بدون لحم، راح اقول لك ايه ممكن. حمسه خفيفه واخلي مي، خلاص. انا احب هذا النوع من المرق. يلا عيني. رحمه هلاو، رمضان كريم. قطع الاتصال يا الهي. خلينا مي، وها هي. نانا لازم نص النار عليها. خل اوزع المكونات حتى تصير المرقه كلش طيبه. خبل 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 خبل. ده شوف شلون تخبل بقى اللحمه، شلون تحمصت. الله، حمصوها للحمه. في المطابخ الثانيه مثلا، اكو مطبخ من المطابخ يعني لدوله معينه يشون اللحم، يشوه على الفحم وبعدين يحمسوه. حلوه الطريقه، كلش حلوه. لا التشويح نفس الشيء، التشويح نفس الموضوع. اكو يحرق لون اللحم، يحرق اللحم، اكو لا، اكو شياط على الفحم يطلع خرافي. خاصة إذا استخدمت نوع من الحطب، يعني إذا كان اكو نوع حطب معين مثلا تفاح أو حمضيات أو عندك النبق، الحطب مالت النبق خرافي خبل، خاصة مع السمك. يا إلهي علي، يعطي طعام إلا خرافي. طبعا انا هذه الاشياء اللي هي الخشب، الويد، عفوا الخشب اللي هو الود، الخشب اللي يتخلى مع المكونات هنا. طبعا هنا ممكن تخلي له خضار مثل بوتيتا او ممكن باذنجان اثناء الشوي، ايضا يعطيكم طعم ونكهه. راح تقول شلون؟ راح اقول لك الثاني شلون. اقول لك شلون. اول شيء احنا عندنا مثلا كباب، او عندي مثلا ضوء على سبيل المثال، جبنا الحطب هذا شعلناه تركناه لحد ما يجمر، كسرناه وهيئناه حتى نخلي السيباية عليه، وبعدين اخلي اللحم. قبل ما اخلي السيباية انا اجيب باذنجان، اخلي باذنجان، اجيب بوتيتا، اخلي بوتيتا، ها، وبعدين اخلي هنا السيباية واصفط اللحم، لا يطلع الا يخبل. يلا ناخذ اتصال هاتفي. غفران. ألو، هلا أستاذ خلدون، شلونك؟ رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. ينعاد عليك إن شاء الله يا ربي بالصحة والسلامة. طول عمرك الله يسلمك. صحة وعافية، أجر وعافية. يلا يعني، ما القضية التي تم تداولها في حلقة البارحة أحمد وحيد؟ الرشوة والواسطات والتمرد. ها عيني؟ أنا مدير الرشوة والواسطات والتمرد. يلا ان شاء الله تكون اجابتي الصحيحه. شكرا جزيلا. سلطه على السريع، خلينا نكتب مقاديرها قبل ما اروح فاصل. ترى تخسرون هذه السلطه، خرافيه هذه السلطه. هذه البوتيتا مسلوقه نص سلق،
لانه ليش لقيتها نص سلق؟ لانه راح احمسها هسه ويا الثوم. عندك هنا لبن وعندك خس عندك طماطه عندك راشن راح نسوي مثل الطرطور. لتراتور لتراتور وعندك هنا شويه الثوم وعندك هنا حامض وخل. يلا كتبوا المقادير على السريع خلينا بس نشوف. يلا على السريع على السريع ترى اطلع فاصل وتروح عليكم الصلاه. وراء عندنا بقلاوه بس البقلاوه يراد لها بالعشر دقائق. هنا مشاهدينا راح يكون في عندي خس وتيتا راح يكون في عندي هنا ليمون حامض راح يكون عندي هنا راشي وراح يكون في عندي لبن لبن عيني لبن وراح يكون عندك هنا شنو كابتن؟ شوية ثوم على شوية حامض على شوية خل. وصل عندك خرافية هذه الطبخة. أول شغلة تسويها شنو يا عيني؟ أول شغلة تسويها الصلصة اللي هي الطرطور. هذه الطرطور عيني متكونة من شنو؟ متكونة من الراشي. ما تخلون هواي راشي. بعد ما خليت شوية الراشي نخليه حامض. بعد ما خليت الحامض اخلي خل. بعد ما خليت الخل هنا الملح صافن علي اليوم. شنو الموضوع؟ زعلان علي شنو؟ زعلان علي شنو؟ راح اخلي اللبن اسوي هذا الصوص. طبعا هذا الصوص بدون زيت الزيتون، ما تخلوا له زيت الزيتون. لا تخلوا له زيت الزيتون، ليش ما نخلي له زيت الزيتون يا خلدون؟ راح اخلي هنا ثوم احمسه شويه بزيت الزيتون. واجيب البوتيتا حخلي البوتيتا هنا واجيب هنا الطماطه والملح بعدها صافن والملح بعدها صافن. عندك مشكله وياي؟ لا عيني ما عندي مشكله وياك. وينك؟ تعال تعال يا هاي هنا ملح هاي هنا ملح اوقع وانكسر وهاي هنا ملح. يلا مرقه قليل خليت. بعد ما خليت هنا يلا راح احمس البوتيتا مع الطماطه مع الثوم. اخذ اتصال هاتفي. الو عذراء. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا بعذراء. رمضان كريم. رمضان كريم ينعاد عليك ان شاء الله يا ربي بالصحه والسلامه. اجر وعافيه. وديك للجميع ان شاء الله. يلا شنو القضيه اللي حكوا بيها البارحه في مسلسل قط احمر؟ اي نعم ان شاء الله على التمرد والمظاهر. عن شنو؟ التمرد والمظاهر. يلا ان شاء الله تكون اجابتي صحيحه. ان شاء الله. شكرا. مع الف سلامه. اخذ اتصال اخر هاتفي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. رمضان كريم ينعاد عليك ان شاء الله يا ربي بالصحه والسلامه. الله يسلمك. شنو هي القضيه اللي حكى فيها البارحه احمد وحيد؟ يحكي عن الواسطات بحيث جت سمسونه عندها واسطه فمشت معاملتها. يا الهي. يلا يلا ان شاء الله تكون اجابتي الصحيحه. طبعا 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 ما اعرف الطرطور ايش بيه. سبحت بالطرطور انا احس نفسي والله. ماكو الصدرية كلها صارت صوص. هنا انا عندي الصوص جاهز، هنا انا عندي بوتيتا جاهزه، هنا انا شو اسوي؟ هنا راح ابلش اقلبها. قلبني يا عيني قلبني. البطاطا تتحمص كل الزين، تتقلى كل الزين. من بعد ما اقليها هنا أنا مشاهدين الاحبه عندي الخس غلفته بالصوص. حلو؟ انه شويه صوص الطرطور هنا راح يكون مهم جدا حتى انه تغلف الخس. وعندك هذه البوتيتا هم نفس الشيء. بعدين راح اخليها ويا الصوص بعد ما تتقلى اكثر يعني، خلينا نقليها بعد اكثر. ويا شويه الطماطه تطلع تخبل. يلا عندنا هنا بقلاوه، البقلاوه لهذا اليوم راح نسويها بطريقه سريعه كل شويه بالفستق الحلبي، اذا فاصل وراجعين مع الف عافيه لهذا اليوم. طبعا اكيد رجعنا مشاهدينا الاحبه ورجعنا مع اطباق لهذا اليوم، اطباق كلش بسيطه وسهله وسريعه، والحلو فيها انه اكو 500 الف دينار عراقي حلالا بلالا. هذه جائزه مقدمه من سالور تاور السكني في اربيل. مشروع سالور تاور في اربيل يقع بين شارعين 100 و120 بالمنطقه الذهبي بالقرب من المطار بالقرب من يونايتد نيشنز اليو ان.
سؤالي لهذا اليوم راح نحكي عن ما هي القضية الاجتماعية التي تحدث عنها أحمد وحيد في حلقة يوم أمس من قط أحمر. واللي يعرف الإجابة 500 ألف دينار عراقي من سالور تاور السكن و1550 عافية. نرجع هنا أنا قبل الفاصل شنو سوينا؟ سوينا لي هذا اليوم مرقة فاصوليا خضراء تمن أبيض، وعندك هنا البوتيتا حمسناها كل الزين بالطماطة والثوم. عيني بعد ما أشوف أن البوتيتا صارت تمام راح أجي أخذها أصفيها من الدهن مالتها وأخليها وين؟ أخليها على الصوص، الصوص الأبيض اللي هو الطرطور. وهنا راح أصير عندك طبقتين اثنين، الطبقة الأولى منين؟ الطبقة الأولى من الخس، هم بيها طرطور شوي بس مو غلفناها طرطور فد مرة، وهذه مسلوقة مخلية بالثوم والطماطة. ها عيني وبس وبس. عندي اتصال هاتفي، مينا؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم، كل عام وانت بخير. رمضان كريم، نعاد عليك ان شاء الله يا ربي بالصحة والسلامة. الله يخليك، تسلم لي، الله يخليك. ان شاء الله الجواب نقول الواسطة او الرشوة. نعم؟ الواسطة والرشوة ان شاء الله، جوابي. يلا ان شاء الله تكون اجابتي صحيحه. شكرا جزيلا. احنا نشكرك بالعكس. انا عندي دهن للبقلاوه، لازم نستخدم دهن. نعم لازم نستخدم دهن. زيت ما راح يطلع لك الطعم اللي هو انت اللي تريده، يعني اللي هو نكهه البقلاوه الحقيقيه. نجيب عجينه بقلاوه جاهزه، مو شرط انه احنا نسويها، نشتريها جاهزه. عجينه بقلاوه فستق حلبي شيره طحين. هذه المكونات اللي احتاجها. فستق حلبي، وراح يكون عندي هنا شنو؟ راح يكون في عندي هنا ايضا عجينه بقلاوه، وعندي هنا شنو؟ عندي هنا طحين. كتبوا المقادير على راحتكم، خلي بس جفوف. يلا نجيب تخته كبيره حتى نبلش نقطع على راحتنا. ومن هسه سخن الفرن ودلعني يا عيني، دلعني. يا سلام سلم، حلوة. أول شيء أجيب القالب اللي راح أشتغل به أني، أخليه هنا، والدهن هم لازم يكون قريب من يمي حتى نسويها. ما أعرف يمكن نلحق، لو ما لحق الناس نكملها، بس إن شاء الله نلحق. زين عيني، نجيب الدهن هنا نخليه، ونجيب شنو؟ نجيب هذه. شنو هي هذه خلدون؟ هذه فرشة. بعدين اجيب العجينه مال البقلاوه. كلوزني جيمي، كلوزني يابا. الله 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 الله. شلون عجينه تخبل؟ اول شيء اسويه اخلي دهن بالقالب بهالطريقه هذه. حلو 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 حلو. بعد ما اوزع الدهن بهالتساوي هذا بالطريقه هذه، زين، اللي راح اسوي شنو هنا؟ هذا اخليه هنا وابلش بالبقلاوه. ايش راح اسوي هنا؟ راح ابلش اقطع قطعه، هاي وحده ما شاء الله جت بيدي، هاي الثانيه نفس الشيء. زين اجي اخليهم بالطرف بهالطريقه هذه، راح اخليها بهالطريقه هذه. باعوا هنا، اشيل الزايد اخليه بالطرف بهالشكل هذا، تشوفونها تتصفط بهالطريقة هذه، تتصفط صحيح ها بهالشكل هذا. نجي ناخذ هذه القطعة نفس الموضوع. ليش قلت لكم شوية رادلها شغل؟ هي هسه سويت اني خليت هنا، بعد اخلي طبقة اخرى، ناخذ طبقة لخ اخليها نفس الشيء بهذا الشكل. زين واخذ هذه نفس الشيء. ام رزاق، رمضان كريم علينا وعليكم، ينعاد عليك ان شاء الله يا ربي بالصحه والسلامه. ام رزاق، الجواب ام رزاق، بالبدايه رمضان كريم علينا وعليكم. يلا ام رزاق اعطينا الجواب.
الجواب هو عن الرشوه. عن الرشوه. حاشيلك ام رزاق، ان شاء الله تكون اجابته الصحيحه. ناخذ اتصال هاتفي. ماجده علي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ماجده علي. شلونك استاذ شيخ؟ يا هلا، مية هلا. ماجده علي وياك من الديوانيه. هلا هلا هلا. الله يسلمك. الله يسلمك. هلا هلا بماجده. يلا عيني ماجده، اعطينا الجواب. الجواب ان شاء الله عن الرشوه. ان شاء الله عن الرشوه. يلا. شكرا جزيلا. يلا مع الف سلامه. هلا. ما شاء الله. يابا يا جماعة الخير. ناخذ هنا عجينة البقلاوة. اللي يريد الريزو، وصفة الريزو طبعا موجودة باليوتيوب. أنا مسوي الريزو موجود باليوتيوب. كل ما أنا كتبوا وصفة الريزو راح تطلع لكم كاملة. لا 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 لا، مو خوش كلام، مو خوش كلام. الريزو اللي أنا أسويه يختلف. على تكنيك الخاص. نوزع هنا طبعا كل ما استعجلتوا طبعا اكيد بالطبخ هنا زين عيني. نجي ناخذ رقاقات من عجينه البقلاوه. هلو، خليها هيك. نوزعها بهذا الشكل. تمام هيك. ما شاء الله. نجي ناخذ طبقه ثانيه خفيفه. ها؟ وهم نخليها تقريبا نخلو فد 10 قطع، اوكي؟ نشيل من عندها هذا الموضوع. وبعدين نخلي هذه قطعة. يلا، نخليها بهذا الشكل. يلا. ناخذ اتصال هاتفي، فادية. الو، مرحبا. مرحب فادية. رمضان كريم. رمضان كريم، ينعاد عليك بالصحة والسلامة. من وين فادية أنتِ؟ من وين؟ أنا من المنصور. بغداد المنصور. يا هلا بيك. يا هلا يا هلا، اهلا بيك. اي فادية، الجواب الإجابة عن يعني الرشوة والواسطات بالتعاملات. متأكدة من الجواب فادية؟ ان شاء الله. يلا ان شاء الله لا تكون اجابتك صح. ممكن سؤال ثاني؟ اي يلا. مرة قلت على ورق الغار، شلون اعرف الاصل من المغشوش؟ ها، المغشوش ورق الغار المغشوش ما يصير به تفرعات او عروق هواي، يعني هاي الخطوط. هذا المغشوش يكون صافي. اما الاصلي يعني اللي ما مغشوش تلقين به اوراق كلش، يعني تلقين به عروق كلش هواي. تمام. وانا ان شاء الله راح اسوي حلقه خاصه عليه. اوكي، دلل. شكرا، مع السلامه. مع الف سلامه. مو هاي الحلقة يراد لها نرجع للموسم القديم، يعني نرجع للشغل القديم بنصائح. يلا، اجيد هذا اخذت وقت بيها. هاي لحد الان تقريبا اجيد. هي شوي تطول. شوي. يعني شوي بيها شغل هواي. هسه ايش راح اسوي هنا؟ راح اجيب هذا فستق حلبي. اخليه بهذا الشكل. اضيفه كل الزين بهذه الصورة. تقدرون تخلوا له تخلوا له هنا، انا احب الخشن ما احب الناعم. تخلوا له شنو؟ تخلوا له ممكن شويه شكر يعني. هسه راح اشوفكم شو راح اسوي له. بعدين اخلي له شويه شيره. اخلي له شويه شيره واخلي له شنو هنا؟ هم اخلي له دهن. حتى تطلع عندك نكهه الفستق هم بيها دهن. مو بس العجين. نجي ناخذ اتصال هاتفي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم، ينعاد عليك ان شاء الله يا ربي بالصحة والسلامة. على الجميع الله يخليك. وياك فاطن ابراهيم من بغداد. يا هلا فاطمة، يا هلا. الله يخليك. شيف، انا شفت هالحلقة يحكي على المظاهر، يعني قبل كانت البضاعة قبل على البوافية يقول كنا نفتح المجار تبقى، وهسه البضاعة يعني مو شيء، وهسه على قصف المعدة، يعني على المظاهر. على المظاهر. اي يا زوجي شارك وياك. عافيه. يلا يلا عبد الرحمن. يلا عين. تمام. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ عيني شو تبون؟ رمضان كريم، شنو اسمك؟ عليكم ان شاء الله، الله يسهل امرك ويفتح بوجهكم ان شاء الله. شلونك؟ عيني شو تبون؟ انا الحمد لله الحمد لله. الله يخليك.
بس اسمك اسمك حتى تدخل بالقرعة إذا جواب الصح. إن شاء الله هي بيحكون البعض القضية الاجتماعية تحكي عن المظاهر. يابا بس اسمك اسمك قبل مو مثل تعامل الناس قبل مو مثل تعاملهم هسه الناس يعني مظهرها اسمك اسمك ما تريد تقول اسمك تظهر شيء وهي بداخلها شيء ثاني. اقول لك اسمك ما تريد تقول اسمك شلون يعني اسمك 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 اسمي حسين عبد الرحمن احمد من بغداد. يلا يلا برافو عليك ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. يلا ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. يلا يلا يا سلام يا سلام. شوفوا لنا البقلاوه وعلى البقلاوه يا عين البقلاوه. شوفوا انا ليش ما اسويها البقلاوه ليش يعني راجع لها شغل بس انتوا تستاهلون رمضان والامور طيبه ان شاء الله زين. وش يطلعكم توقفون سره سره ما شاء الله على ابو البقلاوه وزون الست على شنو تسوون انتوا بالبيت زين بس يوقفوا لي بالشارع على المحلات بس يوقفوا لي بالشارع جماعه. لا شاقه روحوا وقفوا سره يا ابي لا شاقه. انا راح اوزعها بالصحيح اعتقد هواي اشتغلنا ما يلا كافي فستق. لا لا هسه شوفي شلون راح من راح تنشوي ها شوفوا شلون راح يصير راح يصير خرافيه كلش طيبه كلش لذيذه. بس خلت سكين ناخذ اتصال هاتفي. الو زهره ازهار. يلا ازهار زهره نفس الشيء ازهار لو زهره ازهار ازهار يعني مجموعه زهور رمضان إيه؟ زهرة وأزهار. إي. إيه صحيح. يلا عيني. طينا الإجابة. إن شاء الله استمرت المظاهر المادية يعني. المظاهر المادية. مادية. أنتِ نعم. متأكدة من الجواب؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يلا إن شاء الله. يعني هو حكى هواي بعد يعني. هو شنو؟ يعني تكلم هواي عن الرشا وعن المظاهر وعن النهاية بس هو اكثر شيء المظاهر الماديه يعني حجاب. يلا ان شاء الله ان شاء الله تكون اجابته صحيحه. ان شاء الله. ان شاء الله مع الف سلامه. يا سلام. هذا الزايد هنا تقدرون ترجعون تسووه مره ثانيه. ينجح عندكم هذا الزايد بشنو؟ ينجح عندكم بال بالزود الست. اللي أنا ما شجع عليها يعني لأنه بيها هواية قشطة وأشكالات بس هي هاي طقوسنا إحنا خاصة برمضان نحب الحلويات الشرقية أكثر شيء نميل للشرقية أكثر شيء أكثر من الغربي بينما الغربي هو أحسن يعني أنا أشوف الغربي خفيف. دخل نكملها دخل نكملها. بس شوية نقطع أطرافها يا إلهي يا إلهي يا إلهي. تعالي 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 يا سلام. هذا الزايد كله ينشال بهذا الشكل. بعد ما شفت أن الزايد انشال شو راح أسوي هسه أني راح أرجع مرة ثانية اضيف الدهن اضيف الدهن بهذا الشكل. بعد ما اضيف الدهن بهذا الشكل اوزع اوزع بهالطريقه هذه على كل البقلاوه بهذا الشكل. بعد ما وزعتها بهذا الشكل طبعا منو اكثر دوله تنتج البقلاوه والبقلاوه مالتها تكون كلش لذيذه؟ تركيا. تركيا هي رقم واحد بالبقلاوه وكو هي منطقة غازي عنتاب تمتاز بإنتاج البقلاوة والفستق الحلبي. ها والفستق الحلبي هم هسه راح أبلش أقطعها بهذا الشكل. طبعا أنتوا تقطعوه بحسب رغبتكم القياس تريدوه
ونخلي هنا. طبعا احنا ما نخلي شيء رهوايه، قليل شيء قليل. هسه راح ابلش اقطعها بهذا الشكل، وبعدين اقطعها بهذا الشكل. قلت لك انه هذه شويه يراد لها وقت، يعني هي كنوع من الحلويات اللي تحتاج لازم وقت. هسه كلها اسويه، كلوزني والله كلوزني، تخاف. قطعها بهذا الشكل زين، يعني رجعوا طبقات بمكانها وتقطعوها بهذه الصوره، وبعدين قطعها بهذا الشكل. طبعا الشفره لازم السكينه تكون كلش حاده. انا عندي جاهزه، ايش مدريك؟ انا طبعا انا لازم اجهز واحده. يلا خلصت هي، خلصت. تعال، مو اكو معلومه لازم مهمه تسووها. شفتوا انه هذه اكو بعض بيهن قطعت، شو سووا له؟ سووا له بهالطريقه هذه، سووا له هيك. هذا الموضوع مهم حتى من تقسم تطلع لك الشكل الحلو. نسوي له هيك. هذه راح اخذها فرن درجه حراره 185، لا يا بش دعوه 185، 150 درجه حراره كذب، مو 185 تحترق ترى. زين عيني، بعدين شو تسوي له؟ 150 15 دقيقه بس، طلعوها هي حاره وتخلون عليها شير على السريع. اذا راح اخذها الفرن، لكن قبل الفرن راح يكون عندنا عصير خرافي جميل. فاصل وراجعين مع الف عافيه. رجعنا اكيد مشاهدينا بعد ما اخذنا فاصل. طبعا هذا الفاصل الاخير كان يعني دائما احنا راح نختم الحلقه بنوع من العصائر. العصائر اللي هذا اليوم بها موز، فاليوم التشكيله حلوه، يعني تمن ومرقه وسلطه وعد البقلاوه. تعال شوف البقلاوه بعد تقريبا 15 دقيقه شلون صارت. بعد 15 دقيقه تكون عندك بهذا الشكل. دائما اقول انه اول ما تطلعوها من الفرن تخلون عليها الشيره، طبعا اكيد نضيف لها الشير، هي حاره خلي لها الشير. ودلعني بالشيره يا برنس، بسم الله. خلينا لنا شيره، لنا شيره، لنا شيره، لنا شيره، لنا شيره. وراها تكون عندك جاهزه البقلاوه. عندك هنا الشوربه المرقه اللي هي مرقه الفاصوليا الخضراء باللحم، طلعت خرافيه، سهله بسيطه وايضا سريعه. شوفوا لنا اللحمه ويلي. تعال تعال تعال، حكيت على اللحمه، اشوفك اللحمه شلون صارت. تشوفها شوفها ويلي، يا سلام يا سلام. با با با، شوف هاي شوف. وعندك التمن، طبعا التمن سويته ابيض صافي، شويه كزبره. شوفوا هنا، شوفوا حبايب، شوفوا هنا، بسم الله. حلو، اطباق كلش بسيطه سهله وسريعه وما تاخذ من عندنا وقت. طبعا تعرفون الزلاطه اللي سويناها. راح نجي على العصير، لكن قبل العصير عندنا اتصال هاتفي. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك استاذ؟ رمضان كريم، صحه وعافيه ان شاء الله واجر وعافيه. الله اكرم للجميع ان شاء الله. يعني الاجابه ان شاء الله عن المظاهر والرخص الماديه. عن المظاهر و والربح المادي؟ الرخص المادي يعني عن الرشوه والشيء. ها ان شاء الله تكون اجابتي صحيحه. اساور كمال اسمي. ها عيني؟ يلا يلا اوكي. شكرا شكرا عيني شكرا. احمد جبار، رمضان كريم يا احمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. صحة وعافية ان شاء الله يا ربي، اجر وعافية. عيني الجواب عن الربح المادي والتمرد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب تكون اجابتك صحيحه. ان شاء الله، شكرا جزيلا. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. صب التمن. اول طبخه سويناها هي التمن، مو؟ لا مو اول واحده، فاصوليه. خليها لا تقطع عليها هسه. بعدين تبلش. خل نختم وبعدين عاد. نجي ناخذ اللحمه هذه، الله. شوف الفاصوليا، انا كلش احب هذه المرقه.
كلش احب هذه المرقه. ليش احب هذه المرقه؟ مستحيل. هذه المرقه صحيه، هاي اول شيء، مفيده جدا بشهر رمضان، والله مفيده جدا بهذا الشهر الفضيل، بها قيمه غذائيه كلش عاليه وحلوه يا اخي، حلوه حتى شكلها حلو، حتى شكلها حلو. انت لا تحب الشجر، لا تحب المرق، لا تحب هذه الفاصوليا، ما تقول ايش تحب، والله تخبلت، والله عجيبه، والله عجيبه، صدق تحجون تكذبون. خلونا على الليمونه حتى تعصرون الليمونه عليها اذا حبيتوا، يعني طينا شوي جمال. تعال شوف التمن، تعال تعال كل وزني على التمن، شوف التمن تا 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 تا. لمسات صغيره تعطينا حكايه كبيره. يلا رسل. هلو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك استاذ خلدون؟ هلا برسل، الله يسلمك. رمضان كريم، نعاد عليك ان شاء الله يا ربي بالصحه والسلامه. رمضان كريم عليك ان شاء الله. يلا رسل. نعم، جواب على المظاهر. على المظاهر، متاكده؟ اي نعم نعم. يلا ان شاء الله تكون اجابته صحيحه. شكرا. هلا 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 يا هلا يا هلا يا هلا. سالور تاور راح تعطيكم 500 الف دينار عراقي اذا عرفتوا جواب السؤال لهذا اليوم. في حلقه امس، يوم امس، ما القضيه التي تم تداولها اللي حكى بها احمد وحيد في مسلسل قط احمر، واللي يفوز ويانا عيني 500 ألف دينار عراقي من سالور تاور، مشروع سكني يقع في أربيل بين منطقة أو بين شارعين المية ومية وعشرين في المنطقة الذهبي بالقرب من اليو أن اليونايتد نيشنز والمطار. شلون هاي الزلاطة؟ هم احكي عليها، هم احكي عليها، هم قول ليش ولماذا؟ شوية فجل، القليل من الفجل، القليل من الليمون، فوق غصنك يا الليمون، قال شوية ليمون، شوية ليمون، وأخلي شوية كرزية هنا، وشوية كرزية هنا، ما يدخل زيت الزيتون، ما يدخل زيت الزيتون، زيت الزيتون. لا تسألني، لا تسألني شو أسئلة، فلش التمن، لا تقطع بعد التمن. يلا ناخذ اتصال هاتفي. الو الو، مرحبا يابا، هذا اخر اتصال هاتفي. الو مرحبا، رمضان كريم عليك. رمضان كريم، ينعاد عليك ان شاء الله يا ربي بالصحه والسلامه. وياكم نبي. هلا ابو نبي، هلا. لا مو نبي، نبي نبي. هلا بنبي. الحمد لله، شلونك؟ الحمد لله. جواب المظاهر والربح المادي. يلا ان شاء الله تكون اجابتي صحيحه. شكرا. ان شاء الله. هلا، وهذا كان اخر اتصال. نبأ كانت آخر اتصال. شوفوا البقلاوة يابا، شوفوا البقلاوة، شلون بقلاوة. هسا أنا راح أستمتع بهاي البقلاوة، ليش؟ لأن راح أخذها بمزاجي من المكان اللي أنا أريده، مو من أبو البقلاوة يعطيني كله بالطرف، يعطيني ولا ماكو واحدة بالطرف، عبالي ما أعرف أسويها أنا. والله شوفوا حتى بالطرف، شوفوا حتى بالطرف إيش قد حلوة، شوفوا حتى بالطرف إيش قد حلوة. طبعا هاي اللي ما يحب يخلي لها شيره هوايه تصير عندك بهذا الشكل، داريها وعندك هنا. يلا خلينا ناخذ مقادير العصير على السريع. موز وحليب، بس موز وحليب وفانيلا، راح اعطيها نكهه الفانيلا. والمقادير كتبوا على السريع، موز عندك، شكر جيب الشكر، عندك حليب جيب الحليب، عندك تمن تفلش فلشه بالزايد، عندك تمن تفلش فلشه بالزايد. يا هسه هيك احسن لك، يا انا صدق اصب بقالي، اكو احلى من التمن يتقدم بهالطريقه، هاي الطريقه الاصيله. يلا عندك الموز وعندك الفانيلا، لان راح اعطيها نكهه الفانيلا. بالبدايه ناخذ قطع الموز الجميله هذه، بسم الله. تقطع انت على 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 البقلاوه، شكلها قد حلو،
شوف هنا أنا شوف حتى شوف حتى وهي هاي هيك زين. يلا موز هاي موز واحدة ناخذ الثانية هم زين نجيب الثانية هم نفس الشيء بدون لا تقطعوا ولا شيء قبل هي بالخلاط من الشجرة للخلاط تخلون عليه الفانيلا طبعا مهم لأنه نكهة الفانيلا راح تكون كلش واضحة خلوا لا تخلون هواية شكر أنا ضد إنه تخلون بالعصاير شكر هواي وحليب بس هاي شغل الخلاط عليه شغل الخلاط عليه شغل الخلاط عليه يا خلدون وبسم الله بقلاوة زلاطة مرقة تمن مشاهدين الأحبة طبعا أكيد في نهاية أطباقي لهذا اليوم عصير طبعا ها لا تنسون العصير مهم جدا مهم جدا وجودك في الصفرة أخلي لها شوية فستق حلبي و 1550 عافية الجواب شنو الجواب ما هي التجربة التي تحدث عنها أحمد وحيد في حلقة يوم أمس من قط أحمر والجواب هو هذا الجواب الربح المادي والمظاهر مو مثل ما أنت قلتوا أنه عن الرشوة وغيرها زين خلينا نسوي قراءة اي شغل الموسيقى سوي النواس هذا الفايز هذا المحظوظ او المحظوظه لهذا اليوم من المحظوظ والمحظوظه لهذا اليوم غفران حسن الف الف 500,000 مبروك 500,000 مبروك ربحت جائزة مقدمة من مشروع سالور تاور السكني في أربيل وألف مبروك 500,000 دينار عراقي هذه الأطباق لهذا اليوم هذه الحلويات وهاي البقلاوة الخرافية اللي تخبل زين عيني و 1550 عافية بالنهاية مشاهدين الأحبة أتمنى حلقة اليوم عجبتكم أشوفكم إن شاء الله على خير بحلقة جديدة وأطباق جديدة وسؤال جديد و500,000 دينار عراقي جديدة من ألف عافية راح أقولكم باي باي.